ولأن أرواحهم غالية ولقلة الوعي بمخاطر ركوب أكثر من شخصين في الدراجات النارية، أطلقت شرطة السير بساحل حضرموت حملة مرورية وأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وأداب المرور في مدينة المقلة. نتابع التقرير. العقاب بالحجز والتوقيف للمركبات بداية أولية عملت عليها الحملة المرورية والأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وآداب المرور، وكذا قيادة السيارات من قبل الأطفال بالمكلة. تم حجز عدد من الدراجات النارية لمخالفتهم القواعد السير وهو ركوب أكثر من 3 أو صغير سن. اليوم الأول نحن نبقيها داخل الحجز إلى اليوم الثاني، اليوم الثاني تتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، وسوف تكون الحملة داخل مديريات ساحل حضرموت وخصوصا المكلة والشحر وغير البوزير حسب توجيهات مدير عام الأمن والشرطة كمرحلة أولى مع استمرار الحملة إلى باقي المديريات. الحملة المرورية المسبوقة بتوعية وتثقيف للمواطنين ضبطت في أيامها الأولى قرابة 70 دراجة نارية مخالفة، ونفذت في عدة مواقع بضواحي المكلة وبمشاركة لشرطة الدوريات والقوات الخاصة وأمن المكلة. تأتي هذه الحملة نظرا لازدياد الحوادث المرورية بالنسبة للدراجات النارية، لذلك لصغر سن الشخص الذي يقود الدراجة، إدارة التوجيه المعنوي قامت قبل هذه الحملة اليوم بحملات توعوية عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. نحن نشجع هذه الحملة ونتمنى من المواطن نفسه أن يكون عامل مساعد لإنجاح الحملة المرورية من أجل سلامة شبابنا، لأن هذه الدراجات النارية واحد يشيل 3-4 على دراجة نارية يا أخي، حتى إيش يعني شكلك منظرك، نفس الدراجة النارية هذا الحصان حقها ما وضع يشيل أكثر من 2، فكيف أنت تشيل 4 ولا 3؟ هذه كارثة. تنفيذ هذه الحملات تساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الكثيرين، فالجهود تبذل هنا على قدم وساق للتخفيف من تلك الحوادث ومنع تكرارها.